بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. ارحب بيك يا شباب ان شاء الله في الدرس ال 35 معانا في شرح تيرا فورم. هنعمل لابيل ان شاء الله في الكورس ده على السريع. بدايه زي ما احنا شايفين يا شباب، احنا الحمد لله ماشيين في الكورس خطوه خطوه، وصلنا للاب رقم 31، وده اللي هنشرحه مع بعض ان شاء الله، ونحاول نخش 32 معاه. اللاب بتاعنا بيتكلم عن ان احنا نعمل انتجريشن تيرا فورم مع الفيرلايز اوتوميشن زي ما كنا قايلين. طيب يا شباب، هنبدا خطوه خطوه مع بعض. اللاب بتاعنا نعمل انتجريشن تيرا فورم مع الفيرلايز اوتوميشن. اول حاجه نعمل باور اون وكونكت الكوبرنتس كلاستر، نتاكد ان احنا واصلين للتيرا فورم بصير كويس. نعمل دربير الكلاستر بتاع كوبرنتيز، نعمل انتجريت للتيرا فورم جيت لاب مع الكلاود اسمبلي، انتجريت الكوبرنتيز كلاستر مع الكلاود اسمبلي، انيبل كلاود زون مابينج جوه البروجكت بتاعنا ده، كونفيجر تيرا فورم ران تايم انتجريشن، وفيريفاي تيرا فورم ران تايم فيرجنز. هناخد خطوه خطوه. اول حاجه نقول باور اون اند كونكت كوبرنتيز كلاستر. طيب خلينا بس نأجل دي ديت. أول حاجة نبدأ معلش بالإكزامين جيت لاب تيرافورم ريبستوري، أول واحدة ديت نبدأ الإكزامين الإيه؟ الأكسس على جيت لاب نفسه. جوه اللاب بتاعنا هنخش ونفتح الإنفراستراكشر بحيث إن نخش على جيت لاب أهوت، الموقع بتاعنا اللي سي جيت لاب حسب اليو ار ال بتاعك. وقت ما تدخل عليه هتلاحظ هنا زي ما كنا بنقول دايركتوري، إحنا عاملين دايركتوري كامل عاملينه جوه البروجكت تيس 4 في ار اي تيرافورم فايل، أنا عامل له ديسكريبشن أهوت، وده معمول للريلايز اوتوميشن بلو برنت فور البروجكت ده. فاحنا عايزين نقول له احنا عايزين نخش على تيرا فورم. وقت ما نخش عليه هنلاقي عندنا واضح مجموعه من الدايركتور زي ما قلنا، في عندنا الفي سفير، وعندنا مثلا الكيوب انجينكس. نلاحظ ده خاص بالبروجكت بتاعنا اللي احنا قايلين عليه اللي هو الانجينير. طيب عايزين نعمل اي واحد فيهم اديت، اول حاجه نعمل نضغط عليه نلاحظ ايه الايه الملفات اللي جواه. فلو احنا بصينا عليها هنلاقي واحد واحد من الملفات بتاعتنا نقدر نفتحهم ونشوف تفاصيلهم. طيب يا شباب، زي ما قلنا ده اقدر استخدم اعمل كلون او ديبلوي لانجينكس على كوبرنتيس كلاستر، وهنا اقدر اعمل كول اند ابديت او ديبلوي على في سفير كوبرنتيس كلاستر. تمام، فده مبدئيا نقدر على واحد واحد منهم. هنا لو عايز اعمل انجينكس جوه الكوبرنتيس كلاستر، وده لو هعمل باور اون او باور اوف لتمبلت او اي حاجه على كلاود تمبلت موجوده اوريدي على الفي سفير عندي من خلال التيرافورم، يعني اعمل فيلاج اوتوميشن يكول للتيرافورم عشان ينفذ حاجه جوه الفي سفير، باور اون باور اوف او اي حاجه من فيرتشوال ماشينز اللي موجوده عندي. وهنا على مستوى الانجينكس على الكوبرنتيز بستخدم الكوبرنتيز. طيب يا شباب، احنا نبدا بقى بموضوع الكونفجريشن. احنا قلنا قبل كده احنا عندنا مجموعه، عندنا الريستوري اللي هو ده بيبقى عليه الكونفجريشن بتاع تيرافورم بحيث ان هو يستدعيها او يشتغل منها ويخزنها عنده ويعمل فيرجننج زي ما احنا قلنا. فخلينا نقول مثلا ادي الكونفج تي ده، الكونفج تي ده هو اللي بيخلي الاستدعاء بتاع تيرافورم ده ويحول البروفايدر بتاعنا يكون كوبرنتيزنج. فاكر احنا قلنا ممكن يكون عندنا مجموعه من البروفايدرز، فخلاص ده عمل البروفايدر بتاعنا اللي هو الايه كوبرنتيز وجهزه. بالتالي الكونفج فايل ده الاساسي اللي هيسمح لنا نعمل كونكت على الكوبرنتيز كلاستر، يعني ده اساس بالنسبه له ان هو يعمل ايه ادي السيرتيفيكت وادي الكي وادي ايه الكلاستر سيرتيفيكت، ده كله خاص بيه ان انا اعمل كونكت مع الكوبرنتيز كلاستر والفيرجن بتاعه كل حاجه هو. طيب عندنا ايه تاني؟ ده لو طلع عشان نقدر نعمل نرجع ونطلع من هنا. فانا مثلا عندي المين، المين ده هو ايه؟ هو نلاحظ ان اللغه بتاعته بالهاتش كورب اللي هي بتاعت الموقع بتاع التيرافورم، مش يعني شبيه بلغه يامل، لكن هي مش لغه يامل، ان الكلام واضح اهو. واساسها ودي اساس فيها ان هي تتحكم فيها الريسورسز، لو تلاحظوا هنا السي بي يو والرام وكده، واقدر اعدل فيها وكده ماشي، اللي هي الريسورس بتاع كوبرنتيس انجينكس اهيت، كل الريسورسز عندي مكتوبه بناء عليها بتحكم في الريسورسز بتاعتها زي ما احنا شايفين هنا. تمام، ادي الايمج، ادي النوع، ادي اهم حاجه عندي بالنسبه للسي بي يو الايه والميموري. طيب الحاجه الملف الرابع اسمه variables، في مجموعه من الفاريبلز متعرفه هناك عشان نقدر نستخدمها هنا. خلينا نبص على الفاريبلز بالنسبه لنا، المتغيرات اللي احنا بنقدر نخزنها بحيث نستخدمها. تمام، فعندي الفاريبلز اهيت، باجي اعرف اقول له الفاريبل ده مثلا الكيوب اي بي، ادي هو الديسكربشن الاي بي اسمه ايه، الديسكربشن بتاعي ايه، والديفولت اي بي ايه، الفاريبل انجينكس بورت، البورت اسمه ايه، الانجينكس بورت، وادي البتاع. فانا بستخدم المعلومات ديت بتاع الفاريبل ديت واستخدمها جوه اللي هو الريسورس بالنسبه لنا اللي هو المين ده، واقدر الاحظ ان انا ما بستخدمش ما بستدعيش كل اللفظ والاي بي، لا انا مجرد بستدعي الفاريبل اللي انا انشاته. فمثلا نلاحظ هنا البورت عندنا اللي هو ايه انجينكس نود بورت، نرجع على الفاريبلز عندنا ونبص هل في عندنا الفاريبل الخاص بالاسم الطويل ده انجينكس نود بورت، ونلاحظ هو ده الفاريبل اللي احنا بنستخدمه في الاستدعاء مثلا يعني.
طبعا الريلايز اوتوميشن يعني يسمح لك انك تعدل في الفاريبلز دي اثناء الديبلويمنت. نرجع تاني نشوف ايه الفايلز اللي عندنا. نلاحظ عندنا في فايل اسمه السيرت اي واي كوبرنيتيس كلاينت سيرت. نلاحظ دي السيرتيفيكيت اللي انا بعمل ديبلوي على الانجينكس ويب سيرفر باستخدام سيرتيفيكيت ديت او عليه على السيرتيفيكيت ديت. ونلاحظ عندنا هنا في حاجتين، سيرتيفيكيت ده سيرت برضو وده سيرتيفيكيشن. ده خاص بان انا اعمل ديبلوي لل ده خاص ان انا نفسي برضه سيرتيفيكيت الاثنين، واحد انا هعمل انجينكس سيرتيفيكيت عليه، واحد خاص بالكيوب سي تي ال نفسه كلاستر بتاعنا. طب يا شباب جينا شرحنا الكلام ده، عايزين بقى نخمل الخطوه الثانيه في اللاب، نشوف الخطوه الثانيه ايه. طيب هنبدا بالخطوه اللي احنا قلناها شويه اللي باور اون اند كونكت. هنعمل كوبريت كلاستر، نعمل له باور اون ونعمل كونكت عليه. خلينا نشوف الخطوات دي. الناس اللي شغاله معانا قبل كده عارفين ان الكوبريت كلاستر دايما بنستخدمه في الاكواد، فخلينا نخش على دي تولز بتقدر نعمل تحفظ عليها السيشنز بتاعتك تخش عليها. فاحنا دلوقتي عايزين نخش على الكوبرنتيز ماستر كلاستر نود اهوت، فنقول له دبل كليك عليه. نلاحظ انه عمل اللوجن اوريدي باليوزر نيم والباسورد وجاب لنا الفيرجن بتاع الكوبرنتيز والكلام ده. طيب شباب خلينا ندخل عليه على الدوكر، على الكوبرنتيز نخش طبعا على الدوكر. ماشي، لو عايزين نعمل بول للبروجكت بتاعنا بتاع تيرافورم، عملنا دوكر بول، كتبنا الدايركتوري بتاع البروجكت بتاعنا. فلو انت فاكرين الموقع بتاعنا اهوت ده بيجيبه اوتوماتيك على طول من الانترنت. نقول له ايوه مظبوط. نلاحظ هنا البول بتاعنا قال لك انا عملت بول كومبليت وجاب لنا الايمج بتاعتنا اهوت، وقال لنا التيرا فورم ده لاتست وان. طيب عشان عايزين نجيب النيم سبيس بتاعتنا، فبنكتب اي حاجه تخش تخص موضوع الكوبرنتيز جوه عندنا. نكتب كيوب سي تي ال كلاستر جيت نيم سبيسز نيم سبيسز كيوب سي تي ال جيت كيوب جيت كيوب سي تي ال جيت النيم سبيسز. جاب لنا ايه النيم سبيس اللي عنده؟ قال لك عنده الديفولت وعنده، ونلاحظ ان هو اكتف اهوت، والايج بتاعه بقاله كام يوم شغال. عندنا اهي الكيوب سي تي ال الليز النود ليز اهيت والبابليك والسيستم. تمام. طيب يا شباب احنا المفترض يظهر لنا بقى هنا كيوب النيم سبيس بتاع التيرا فورم. تاني هفكركم ايه النيم سبيس. النيم سبيس عباره عن ريسورسز مع يوزر، ريسورسز مع يوزر. زي فكره البروجكت، فكره ان انا اكون سبيس احط عليه ريسورسز زي ما سي بي يو مخصصه ليوزر معين، واقدر ارمي عليها الدنيا. فهي زي حاجه ارمي عليها وليها الريسورسز بتاعتنا، فدي نيم سبيس. ما عنديش حاجه هنا خاصه بالتيرا فورم، فاعمل لها كرييت. فاكتب زي ما احنا عارفين انا هكتب ايه كيوب سي تي ال، تاب يكمل لي، اقول له كرييت يكمل لي، مش بيكمل كل الاوامر، اقول له كرييت نيم سبيس ار اي تيرا فورم، انا عايز اسميه كده. نعمل انتر، نلاحظ قال لك ان هو كرييتد. خلينا نشوف تاني، نقول له نطلع بقى السهم مرتين فوق، يقول له جيت نيم سبيسز. نلاحظ ظهر معانا التيرا فورم الار اي تيرا فورم، وقال لك ان هو بقى 6 ثواني بس. تمام. طيب يا شباب احنا عايزين ناخد كوبي للكيوب سي تي ال فايل، فاكر لو انت فاكرينه، لو هفكركم بسرعه لما نحتاجه فين. لما كنا بنعمل جوه الفيرلايز اوتوميشن نفسه، لما جينا يا شباب نروح على الانتجريشن هنا ونيجي نعمل نيو انتجريشن ونختار التيرا فورم، وقتها قال لك لو هتعمل اكسترنال تحط لي ايه الديتيلز بتاعته هنا ايه الفايل ده. ليه؟ لو هستخدم على حاجه طبعا الفي سنتر او كده. لو انا هستخدم على جوه، لو انت عملت انتجريت اوريدي وشغال منه من الفي ار اي نفسه، فهتعمل من المانج هنا ويظهر عندك النيم سبيس. لكن بما انك هتعمل اكسترنال تجيب لي ايه اللي هي كيوب كونفيج فايل، ده اللي احنا عايزين نجيبه. فاحنا اوريدي موجودين هنا عايزين نجيبه، فانا اقول له كوبي سي بي ونكتب المسار بتاعه. طيب انا بقول له دلوقتي، انا بقول له لو سمحت اعمل له كوبي للملف اللي هو روت، اخش على المسار بتاع روت على في ملف دوت كيوب عليه كوفيج. طب هعمل له كوبي احطه لك فين؟ قول له بقى انقله لي من الملف ده، خده كوبي، خد المحتوى اللي فيه كوبي وحطه في روت كيوب كونفيج دوت تكست. تمام، هنقله من هنا احطه هنا. تمام، هنقول له نفذ كده، عمل كوبي. طيب انا عايز اوصل بقى على الملف ده. فيه عندنا يا شباب تولز اسمها ون اس اس بي، ناس استخدموها كتير، وهي بتستخدم في ان انا اقدر اعمل براوز للفايلز جوه الماستر اللينكس عموما. يعني احنا هنستخدمها دلوقتي عشان نشوف الفايل بتاعنا، واحنا لسه انشاناه حالا، وانشاناه سميناها ايه كيوب كونفيج تكست اهيت. انا شباب هاخدها هحطها عندي، فهاخدها فاللي اوريدي موجود عندك نسخه قديمه، موجوده بتاريخ قديم شويه من 2/8 سنه اللي فاتت، تقول له انا عايز الجديد دلوقتي.
فنقلها لي، نلاحظ التاريخ بتاعها نفترض ده اهوت كونفيج فايل 25/10. تمام كده انا خلاص طلعت ده بره، خلاص حطه عندي. ابدا الخطوات كده، انا عملت الخطوه التانيه كده. هنا الخطوه الاولى شوف اللي هي باور اون كونكت كوبرنيتيس كلاستر، متاكد انه شغال. عايزين نعمل له ريبير بقى للكوبرنيتيس كلاستر. ان الكوبرنتيس كلاستر دي خلاص تمت وجبناها، هنبدا نعمل بريبير للكوبرنتيس كلاستر. طيب يا شباب احنا كده خلصنا دي، برضو مش محتاج نتكلم فيها دلوقتي، هنرجع لها بعدين. دلوقتي عايزين نعمل خطه انتجريت الجيت لاب تيرا فورم مع الكلاود اسمبلي. خلينا نخش نعملهم الاثنين مع بعض. طيب اول حاجه عندنا البيرسونال اكسس توكن ده يا شباب، الكود ده معانا ومعمول اوريدي قبل كده لليوزر الاكونت ادمن بتاع الجيت لاب ادمن يوزر. تمام خدنا كوبي ونروح نعمل تاني على الانتجريشن. هنا على الانتجريشن هنقول له انتجريشن، هنكنسل موضوع ال لسه البداية دي، نقول له ني اد نيو، هنقول له عايزين نعمل جيت لاب، ونبدأ بقى نحط له الديتيلز بتاعته، النيم والديسكريبشن والانتجريشن ديتيل. كده عملنا النيم يا شباب، قلنا ان ده اس اي جيت لاب خاص بجيت بالتيرا فورم، وقلنا جيت لاب سي اي اديشن للتيرا فورم فايل. ونيجي هنا نظبط اليو ار ال بتاعنا من اول ال HTTP كده، اللي هو ايه جيت لاب دوت اس اي دوت لوجر اس اي. التوكن بتاعنا نحط له اكسبت هنا بيست. تمام احنا خدناه كوبي اللي هو معمول مع الجيت لاب، ونقول له فاليديت. لو عملنا سكسسفول قال لي ادي اهو، نعمل اكسبت، نقول له تمام للسيرتيفيكت. تمام امورنا تمام. طيب دلوقتي عايزين نعمل ايه يا شباب؟ عايزين نعمل تاجنج، فهنعمل جيت، والجيت بتاعتنا الكي فاليو زي ما قلنا في التاجز. عملنا ادي تاج، عايزين نضيف كمان تاج، كمان تاج للجيت تير فورم، ونقول له جيت داتا فوق كي فاليو، وطبعا نضغط انتر عشان تتحول معانا لتاج وتضاف معانا. كده ضفنا الانتجريشن مع الاس اي جيت لاب. نعمل اد، نلاحظ انه ظهر معانا اهوت اللي هو ايه جيت لاب تير فورم. طيب هل هنا كده خلاص؟ لا، انا بقى عايز افتحها بقى وابدا اضيف إيه اللي انا عايز اضيفه من ضمن الحاجات بتاعتي اللي هي بقى البروجكت. لاحظ الكلام ده ما كانش ظاهر معانا، بس مجرد ما قلنا حفظ وخلاص الحاجات دي اللي بقت هيدن، وخلاص ابدا اعمل اضيف بقى البروجكت. فطبعا عايزين نضيف للبروجكت، هنقول له اد، وهنختار هنا هيظهر معانا، نختار الانجينير بروجكت وكده نكست. خلاص نلاحظ بدا بقى يقول لي ايه النوع اللي هنضيفه، كلاود ولا تيرا فورم كونفجريشن. شايفين فادي اخترنا تيرا فورم، وقلنا له الريبوزيتوري بتاعها. طبعا نلاحظ ان احنا مختارين حاجه مختلفه بتاعت غير الكود ستريم، والبرانش فولدر نخليه ماستر، ونعمل الفولدر زي ما هو ايه ام بي تي، ما نغيرش فيه حاجه. ولو عملنا اكسباند هنا نلاحظ الديتيلز بتاعتنا هي، وقال لك ان التايب عباره عن ايه تيرا فورم كونفجريشن، وادي الريبوزيتوري بالنسبه لي. طيب مع ان انا عملت اهو ده شباب مفيش سيف، وهعمل كنسل الا انها اتحفظت. لو فتحنا تاني ودخلنا على البروجكت هنلاحظ الديتيلز بتاعنا محفوظه. تمام كده خلصنا الخطوه بتاعتنا شباب، بتاع الانتجريت جيت لاب مع التيرا فورم وماشي. دلوقتي هنعمل بقى انتجريت الكوبرنتيس كلاستر مع الكلود اسمبلي. الكوبرنتيس كلاستر ده عشان بدل ما نروح نرمي على حاجه اكسترنال نستخدم الكوبرنتيس كلاستر نفسه. فعشان نعمل انتجريت خلينا نشوف نعمل ازاي. طيب يا شباب احنا عايزين نعمل انتجريشن مع الكوبرنتيس. الكوبرنتيس ده عباره عن ايه؟ عباره عن ريسورسز، مش ملوش دعوه بالايه انتجريشن بتاع الحاجات دي. فنروح على الريسورسز وندور على حاجه خاصه بالكوبرنتيس اهيت، وهنا نقول له عايزين نعمل ايه اد اكزيستنج ولا اد اكسترنال، نختار او ديبلوي. فطبعا الكوبرنتيس كلاستر هيكون اكسترنال بالنسبه لنا، فنقول له اد اكسترنال، وقتها هيطلب مني الديتيلز اللي احنا شايفينها. اول حاجه النيم، نحط ضفنا النيم وضفنا الادرس بتاع اهوت. عايزين السيرتيفيكت ده، السيرتيفيكت ده حساس جدا الشباب، لازم يكون مظبوط. فهنخش نجيب السيرتيفيكت بتاعنا من موجود، هم حاطينه لنا هنا السيرتيفيكت كامله. هنروح على الاي سي ام، على التيرا فورم، على السيرتيفيكت بتاعتنا، نروح على كيوب انجينكس، ونروح على البرايفت كي. لا احنا عايزين السيرتيفيكت، نفتح هنا السيرتيفيكت، نقول له ايه اديت. نلاحظ هنا البدايه خلص، ناخدها كوبي كامله بما فيهم كل حاجه، ونقول له كوبي بدون اي سبيس، ونرجع نقول له سيف. هنا كده إضافة للسيرتيفيكت بتاعتنا. هنا في الكريدنشال تايب يوزر نيم ولا سيرتيفيكت، نقول له لا سيرتيفيكت. هيبدأ يطلب مني بابليك وبرايفت سيرتيفيكت، هنيجي هنا على البرايفت سيرتيفيكت. جوه هنا نختار البرايفت ديت تبقى هي اللي هي ايه الكي، فهذه الكي اهيت. طبعا أول مش عارف نفتحها، نقول له ايديت وناخدها. برضه نلاحظ ان هي حاجة مختلفة، نقول له كنترول ايه، ونقول له كوبي، ونروح نحطها سيف معانا.
طيب يا شباب، احنا بقى هنوضح ايه الحاجات اللي احنا استخدمناها هنا. احنا عندنا فيه بابليك وبرايفت، و عندنا 4 انواع. فخلينا نشوف اول حاجه السيرتيفيكت هنا ديت احنا بنستخدمها من ملف الهون. خلينا نجيب ملفات مع بعض كده عشان نبقى مدركين. طيب الملفات ديت خاصه بالايه؟ بالكيوب انجينكس. الاي بي اي سيرفر سيرتيفيكت هي دي السيرتيفيكت الرئيسيه، السي اي سيرتيفيكت هي دي السيرتيفيكت، تمام. طيب البابليك بختار له فيها اللي هي الكلاينت، اللي هي اي بي اي سيرفر كيوب سي تي ال كلاينت، بحطها له هنا في البابليك. طب البرايفت بحط له ايه؟ اللي هو الكي، وبحط له طبعا كله عباره عن. بعد ما نضيف دول يا شباب، اول حاجه نعمل فاليديت ليهم، نتاكد ان مفيش اي اضافه او اي سبيس معاهم. نعمل فاليديت، امورنا تمام، كله فاليديتد، فوقتها نقدر نعمل اد. وبالتالي يا شباب ان احنا الخطوه بتاعتنا اللي احنا نعمل انتجريت الكوبرنيتيز كلاستر اهيت، اللي هي مع الكلاود اسمبلي، هي دي اللي احنا شغالين فيها. ونلاحظ هنا بعد ما ضفنا الثلاثة سيرتيفيكت وحطينا الادرس، ومجرد ادينا لها نيم وخلينا الشيرنج زي ما احنا عايزين فقط على مستوى الجلوبال، هنقول له اد. كده احنا عملنا الانتجريشن. باقي بقى احنا عايزين نعمل اللي هو اللاو للبروجكت بتاعنا بتاع الانجنييرنج ده، ان هو يعمل بروفيجن للتيروفورم. فنروح على البروجكتس، ونروح على الانجينير، نقول له اوبن، ونجو على البروفيجننج هنا ندور على اللي هي اكسبت اللاو تيروفورم كلاود زون مابنج ديت. هي دي الخطوه بتاعتنا اللي احنا عايزينها، بحيث ان تسمح للتيرا فورم كونفيجريشن تستخدم من خلال البروجكت ده. ونلاحظ يا شباب عندنا اللي هي ايه؟ الخطوه رقم 6 انيبل كلاود زون مابنج فور الفي ام وير انجن بروجكت، وهي ديت. نقول له سيف. كده امورنا تمام، تمت في الخطوه اللي بعد كده. الخطوه رقم 7 نعمل كونفيجر تيرا فورم ران تايم انتجريشن. نعمل بقى انتجريشن بس للران تايم، ايه؟ للتيرا فورم ران تايم. فهنروح على فين؟ احنا لسه في الكلاود اسمبلي، نجيبها برضه من بره تبقى الدنيا اوضح. هنطلع بره خالص على الفيرلايزد ميشن. اول ما تدخل تروح على الكلاود اسمبلي، تروح على الانفراستراكشر، جوه الانفراستراكشر تنزل تصغر كله عشان توصل للكونكشن. اهيت الكونكشن عندنا انتجريشن. احنا عايزين نعمل انتجريشن، عملنا مره الاس اي جيت لاب، احنا عايزين دلوقتي نعمل ايه؟ التيرا فورم ران تايم. اهيت نلاحظ الديتيلز اللي احنا عايزينها نحطها له هنا. اول حاجه النيم. طيب عملنا له النيم، وقلنا ده الران تايم تيرا فورم الانتجريشن مع الاكسترنال كوبرنيتيز كلاستر. فين الاكسترنال بقى؟ نقول له عايزين مانجد، مش عايزين الاكسترنال. طيب المانجد ده فين؟ يقول لي المفترض يظهر معاك. لو انا عملت هنا بحث يظهر معايا اللي احنا ايه ضفناه يا شباب، لو انتوا فاكرين من الريسورسز عملنا لسه مخلصينه في الخطوه اللي فاتت، فظهر معانا. وبرده النيم سبيس اللي احنا عملناه للتيرا فورم اهو ار اي تيرا فورم ظهر معانا. لكن لو اخترنا اكسترنال طبعا هيختار خطوات ثانيه. كده احنا بنعمل اس اي تيرا فورم، ونلاحظ هنا الايمج. طيب هنسيب كل الديتيلز معانا يا شباب، بس احنا هنغير هنا بس الفيرجن ونقدر نعمل الفاليديت. نلاحظ يا شباب لو احنا عملنا الاكسترنال ينفع، هنحتاج بس نحط الايه الفايل كونفيج اللي احنا عملناه اكسترنال. بس خلينا الاول نعمل فاليديت، نلاحظ ان الدنيا تمام ما ظهرش مشاكل، وقال لي برده الدنيا تمام اقدر اعمل له اد. تمام، خلينا برده نظهر بس العمليه ازاي نعمل انتجريشن من خلال الاكسترنال، مش هنكملها بس نظهر العمليه ازاي. خلاص بيقول انت اضفته مره ما ينفعش، لازم تحذفه وتضيفه من جديد. بدل انت ضفته مره ما ينفعش تعدل، لكن انا ممكن اقول له ايه، انا عايز اعمله اكسترنال، وهنا الكوبرنيتيز كلاستر مش ظاهر، فلازم تحطه وتحط لي الكيوب كونفيج فايل. خلينا نشوف احنا لسه موجود ولا نفتحه. نلاحظ الملف بتاعنا في تاريخ اليوم اللي احنا كنا عملناه، هنقول له اوبن اهوت. هنقول له هات لنا كوبي، ونيجي هنا على الفايل، ومن هنا نقول له ان هي ار اي تيرا فورم. ونقول له خلي نفس البضاعة، نقول له فاليديت. نلاحظ برضو فاليديت سكسسفلي بطريقة الاكسترنال، بس كان لازم نحط اللي هي كوبرنيتيز نيم سبيس. فأنا بفضل أستخدم الطريقة التانية طبعا، ديت لو أنت كان عندك حاجة بره خالص يعني، بس خلينا في اللي احنا عملناها ديت عشان الدنيا أدق شوية، لأن احنا كده كده عملنا تيست لكل حاجة من خلالها. والفيرجن بتاع الإيمج نخليه زي ما احنا غيرناه، ونعمل فاليديت وتأكد تاني مرة تمام، ونخليه سيف. هو ده اللي شغالين بيه، إن هو مانجد. تمام. طيب يا شباب كده احنا ايه انهينا النقطه الاولانيه. احنا عايزين بقى النقطه الاخيره، زي ما هنشوف عندنا احنا كده في الخطوات بتاعت اللاب بتاعتنا، خلاص عملنا كونفيجر ران تايم انتجريشن. عايزين بقى نفيرفاي الفيرجن اللي احنا عملنا له 29 ده ان هو شغال معانا. فخلينا ندخل على اللاب بالنسبه لنا، ونروح على الفيرجن. فهنروح على الكونفيجر ونشوف عندنا تير فورم فيرجنز، وهندور هل عندنا حاجه خاصه 29. نلاحظ 29 موجوده معانا اهيت، اللي احنا لسه ضايفينها حالا، وان هي ايه موجوده معانا اكسبتد ومره تمام. وبالتالي دي الفيرجن اللي احنا ممكن نستخدمها واحنا بنعمل
اي اي كلاود تمبلت باستخدام التيرا فورم. وبالتالي احنا كده يا شباب خلصنا اللاب بتاعنا رقم 31. الفيديو طول شويه فهنخلص ان شاء الله الجزء الثاني بتاع اللاب بتاعنا بتاع 32 ان شاء الله في لاب مختلف. احنا الحمد لله ماشيين بانجاز كويس شباب اهوت، وادي اللابات بتاعتنا، واحنا خلصنا الحمد لله لحد اللاب 31. ان شاء الله نكمل اللاب 32 اللي هو ازاي نعمل كول تيرافورم فيرلايز اوتوميشن. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله، واتمنى نشركم المحتوى بتاعنا، ونتمنى دعمكم للقناه بحيث توصل لاكبر عدد من الشباب العربي اللي بيبحث عن محتوى عربي قيم في المواد المختلفه دي شويه عليهم. اتمنى لك التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.